على خود فكرة. ايوه بس انا اركب على المدفع برضو. ايوه انت انا اللي اسوق و... انا اللي اسوق. انا اللي اسوق. لا انا اسوق ومهاب يركب. يا جدع انت بتسوق زي المعوقين. اسكت يا ريت بقى المليار اللي معاك. يا ريت بقى معلش كل بص كل واحد 30 30 30 وانت هتاخد. لا بص 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 انا هتجدعن معاكم مش هديكوا حاجه. ايوه 15. لا استنى ادي الراجل يا عم النسبه الزياده. صراحه انت انت لازمك 20 بس. خلاص يا عم بس يا ريت بس مع ان ايمن معاه حاجه و20 مليون وانا اقل واحد بس فيكم. ما علينا عايزين نجيب عربيه كده كامضه بفتيك اهي كامضه بفتيك. بس هو اصلا مش ينفع نعمل سكيب عشان انا عملتها قبل كده وايمن ملاش قبل كده. لا لا كده ينفع دلوقتي نعمل عشان مهاب راح للمكان البوينت. يبقى تركبوا معايا. ما تركبوا معايا انا. لا يركب معايا يا عم مش ينفع. امال عندي فكره يا جدعان. انا عندي فكره والله. اتفضل. احنا نعمل تليبورت عندنا. احنا نسمع كلام صاحب المهمه ونركب في العربيه اللي هو عايزها ونطلع. انا عندي فكره احسن. كل واحد يمشي. صبر 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 بس احنا بنتكلم في حاجه وانت دخلت في موضوع تاني خالص. انا بحسبكم بتتكلموا على حكايه العربيه. احنا خلصنا من الموضوع. اركب يا عم في عربيته عشان اعمل سكيب. يا عم مش انا مش هيرضى يا عم. يا ابني احنا رحنا البوينت رحنا البوينت. لا انت لازم تخلص. خد معاك خد معاك. تعال تعال خلاص اركب انزل طب ارجع ارجع بس حلوه العربيه دي. اركب يا عم انزل عربيتك اطفيها. بص كده من الفرش هتلاقي في رقاص. اللعبه هي دي. ايه ده هتلف اركب اتلفت الدار رقاصه اصلا ولا او فت التال يعني. يا ابني انت كنت هتخرب العربيه. تخرب يعني انت انت حاسس ان انت شايف الحقيقه. ايوه انت عارف. ما انا قلت لك من ساعتها عربيات حاجه مقدسه عندي. انت تعمل زي اللي جاب على واحد اجنبي دبرت له عربيته كانها الاله بتاعه. العربيه عندها حاجه مقدسه. ايه رايك يا في العربيه حلوه؟ لما نوصل نبقى نرجع تاني. واقف جنبي والاتنين فوق. انت شخصيتين هقوم. يا عم اركب هنا. طب كمان احدد له المكان اللي اركب فيه. مين يا عم اللي فجر العربيه يا ابن البضينه؟ بحب عربيته طيب. على فكره ما فجرتش عربيتي. اسف يا عم اللي انا ما فجرتش عربيتك. اسف المره الجايه ادبرها لك. انت لو كنت فجرتها كان زماني عملت ليفت زي انت مكمل وراح. ايوه الله عليه. عم لسه فتح لنا الباب بيقول لنا خش بوط. يا عم لسه بص التكنيك بص التكنيك بص ايه ده؟ لسه لا يا ابن الذكية. عشان اللي اتفشخ الاول يا ابني عشان في عربيات لازم افضل ده السلا يا ابن ما انا دايز عشان هو عارف نفسه نوم. يا عم نشوف مين اللي هيموت جوه. فين؟ نشوف. اضرب اضرب على الانسرجنت. اضرب. انا اللي فجرتها. انت ازاي بترجع بظهرك كده؟ عادي ازاي عادي ده انا برجع ورا شويه الاقي العربيات اتشقلب. انا كده هموت. القنابل بتاعت البتاعة دي جامدة يالا براش دي. بس بتخلص على فكرة مش البومبة مش هتفهمش. لا ايوه طب استنى. طب ما انا في النفق اهو الاف اس عادية 35. لا يا عم مش هنا مش هنا يا عم جوه بقى. اسأل انا اول بوصل للحتة اللي الاف اس عادي بتبقى 10 ولا 15 اقول استنى اللي هي الحتة لما انت لما تيجي لما يكون في سلام. ايوه 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 عارف. ايوه يا عم الفريمات بتبقى عدى 10. انا كده هموت. ها هموت
هي بتتفجر بعد كتير دي ولا يا عم دي مش هنحتاج اصلا مش هنحتاج اصلا نوصل لاخر الدفع بعدين بنصيبت ايوه انا قتل السواق وانت تفجر العربيه واخد بالك يا ابني ايوه السواق انت قتل السواق يا ابني انت لازم تقتل اللي بيضرب من فوق هو اي خبايا لكم داوي قالكم خبايا لكم داوي يا نور ازرق بس حتى في باك اتدمرت خالص خلاص يا عم طب خد السلاكس خد السلاكس واربع خلاص احنا قربنا ندخل اي يا عم انت بتصدرنا للاريين لا لا ما تسيبهاش ما تسيبهاش ما تسيبهاش يابا نسيبها ايه ما ينفعش ندخل لجوه ديت ونحارب بيها لا يا عم احا يا عم ادخل يا عم الموت الاليين دوم الاليين بيحبوني يا عم والله والله بيحبوني اهو مش بقولك مش بقولك ما يا يا مهاب خليك ورا خليك ورا ايوه خليك ورا انت ما بعشان ما تموتش يا لهوي ايه ده انا يا لهوي يا لهوي يا عم انت طلعته ما بتخيبش فيه ده ولا طلعته فيه لغايه دلوقتي يا ابن الجزمة موت موت يا ابن الكلب يا عجل يا عجل يا عم تعيجي في شخنة يا ابن العجل موت ان شاء الله ده بيحبني اوعى 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 ادي يا هو راح فين ابن الكلب يا ابن الكلب قتلته 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 يا ابن عيب عليك كل دي ادي انا ما بعيش ولا طلق ولا طلق في الار بي جي لا لا ولا انت ينفع تملى اسلحه ينفع تملى اسلحه وانت هنا ايوه ما ايوه خدت بالي بس انا معيش فلوس املا كل اسلحتي حسام خليك ورا خالص ماشي قصدي يا مهاب اوكي حسام مين وفي حد اسمه حسام انا انت كمان يا ابن المحشش مهاب مهاب اتلخبط قلت في الاول حسام خلاص ما يتعلقش يا ابن التفه علق يا عم فكر اي اسم مش هيفرق يعني المهم البرنسيب يلا مظبوط انا في مره لايم من كنت بلعب برضه الاكت ده مع السيد قام واحد وانا بضرب ار بي جي واحد جه قدام مستني ان اكل ايه والله لا ده غبي ده غبي جدا يا ابني يا اللي بتضرب حموت او 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 وانا حموت خد سناكس خد سناكس هتخلص كده السناكس كلها بص من انا اللي خلص الرجل الاله يا عم انا بحب الرجل الاله خلص هيجي هنا اهو هيجي هنا اهو اهو استنى اوعى 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 ثواني يا عم انا بحب اخلص يا عم ما تخافش اخلص استنى عليه اهو يا ابن الكلب يا ابن الكلب ايه اللي بيحصل ده انا بضرب انا بضرب خلاص مات ايوه يا عم ايوه الدنيا امان عندك طيب مين اللي هيجي معانا ناحية الشمال؟ انا اللي ناحية الشمال حافظان الواحد طب هو ثانية ما فيش حد هيجي من ورا؟ فجر الصفاي صح فجر هيجوا مين اللي هيجي معانا ناحية الشمال؟ انا انا لا ايمن ايمن تعالى معايا ايمن تعالى معايا انت روح معايا يا حسام لا لا يا عم لا ما تخليش مهاب وحياة امك يروح في حتة عشان ما يموتش يلا هو لازم يروح معاه ده يجي من ورا طب انا اروح مع مين طيب؟ روح معاه روح معاه روح معاه ثانية واحدة بس عشان حد بيضرب عليا من ورا طب صدق يا ابراهيم اصطدم بالجرنصة اللي هي الحراري مش ضروري الحراري السنايبر الحراري هم 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 كلهم والله انا اللي انا مضايقني الانوار اللي توجعني في عيني ما الطلق بتاعهم طب كلكم طب كلكم طلعوا معايا وواحد بس واسمه ده يروح بحر اوعى تموت يا ابراهيم ولين مين اللي معايا يا جدعان بس مين اللي معايا مش عارف شوف فين انت معاك تاني اهو 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 استنى
طب تعالى ما بنت واقف مكانك ليه كده؟ استنى استنى اجي معاك يعني في راسه. استنى قتلته ما جاتش في استنى استنى اهي جت في راسه في راسه بالظبط. هو في حد مات ولا ايه؟ محدش مات. رشقتها له قتلتها له. تفني يا عم ومها. ايوه بص بص اقول لك انا خد كفر ورا اي بتاع جدار من ده وحمين. تمام هو حد يموت يا جدعان يا عم عيب عليك. بس ارجع المكان بقى لحظه ارجع اهو يلا 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 اه يا ابن الكلب اضربه اضربه. الراجل عنده يزولني يا عم يجي قدام البتاع بيفضل يمشي شمال ويمين شمال ويمين. يا عم ده الراجل رقصني يا عم. توصلتوا عند الاثنين؟ في راجل آلي راجل آلي انتبه انتبه ثاني بس اخد ارمر انا عشان الارمر ده هينزل. يا ابن الجزمه ادي مين اللي بيضربني من الجنب ده؟ مفيش حد بيضرب يا عم. هو انا لسه مستنى الالي لما يجي لي. يا ابن الكلب هو في حد تقريبا هناك ده شافني راح رقعني. استخبى استخبى انت. في واحد فوق في واحد فوق بس يا عم شايفه ما انا بضرب عليه والله. خد يا ابن استخبى انت. انا مستخبى واكبر. خلاص مات خلصتوا الاليين بس لسه ناقص واحد لسه ناقص واحد لسه ناقص واحد لسه ناقص واحد ماتوا الاثنين. في واحد في اثنين ما ماتش ال مات قتلت الاثنين يا ابني. بس ما تضربش في ده ماشي. اهو بص استنى بص واحد يمين واحد شمال. لا استنى استنى انا اوريك يلا يلا تعالى مهاب تعالى خلاص الطريق امان تعال. يا عم ادخل يا عم كده على بال بجد بص بقى اول ما نعدي بقى الباب ده اصلا. ايوه 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 عارف عارف الفرمات دي بقى عندي يا ابو الفشوات اللي خالص. ايوه انا الفرمات عندي يعني اللهم لا حسد بتبقى 10 يعني فلو سمحت يعني وبعد اذنك. امال انا بقى هتبقى عندي كام؟ خلص انت بقى الناس يعني لو سمحت. بص انا هبقى انا وراك وانت تموت انت الناس. انا بدخل ايمن الفرمات اي والله انت السيد بتبقى عنده الفرمات 5 وانا وانا كنت 10 ولا 15. امال هبقى كام بقى؟ وليه هو عندك الكارت 710؟ انا عندي 730. يا انت زي 730؟ يب 2 جيجا برضو ولا 4؟ ده 2 جي تي صح؟ هم جي تي اكس هما جي تي اكس وعندهم بيعمل لاج. مفيش حد جي تي اكس جي تي اكس بس ابراهيم. تمام واحد فوق واحد فوق يا جدعان واحد فوق واحد فوق. انا اقتله انا الفريمات 17 يا لهوي. انا الفريمات 16 16 عندي انا هموت كده 16. قال اسمه ريزوليوشن صدقت انا هلله بسرعه عامه انا مش عارف العب خالص. فليس يا عم لسه رد يا عم ال اف اس بقت 15 كده ليه في ايه؟ ده تقريبا من المنطقه ديت الجرافيك بتاعها عالي. مفيش مفيش اصلا جرافيك في الحته دي. الجرافيك مش عالي قوي يعني في الحته دي عشان في مبنى ده والرسوم والحاجات دي. ما هو ممكن في ديتيلز كتير. ولسه في حد جوه كده؟ استنى بس اتاكد. انت لسه في جيش مش حد ده في جيش. خش في الحته دي خش في الحته دي خش في الحته دي بسرعه بسرعه بسرعه. بس
ايوه هنا. تعالوا هنا يا جدعان، يلا يلا يا مداوي تعالى هنا اهو في حته. يا عم اصبر يا عم، الدنيا خربانه عندي على الاخر. اجي عندك طيب؟ لا 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 خليك انت. لا مش من هناك، مش من هناك، من هنا، من عندي. تعالوا. ايوه من هنا. من عندك. تعالوا تعالوا صح. هو انت طلعت السلم بس تفاهم يا عم ده في ايه يا ابني؟ تعالوا انا توب. يلا خش. انا عندي حبه بطء في اللعبه. بص اي كلب يقف قدامكم سحوه. تمام. سحوه منين؟ هو في الدور الكام طيب التهكير ده؟ التهكير في الدور الكام تاني؟ الدور التاني يا ابني. انت طلعت طب حاول تطلع مثلا من الكفر. اي ريسه من دول. انا شغال. انت الاف اس عندك كام يا براي؟ والله ما اعرف. اللعبة عندك بتعلق بس. لا خلاص يبقى الدنيا حلو. خليك انت مستخبى هنا مهابه، اي حد يطلع لك على السلم اضربه. ايمن تعالى ايمن. ايوه خليك انت في الناحيه دي اللي يجي من الناحيه. خد يا هل اللي يجي من الناحيه اهو يا ايوه. لا 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 خليك خليك. انا بقول لك اهي انت يا عم بقى خليك خليك على السلم يا عم. خليك على السلم والله العظيم البتاع بيهني. يلا تعالى كلنا ندخل الاوضه. كلكم يا ابني ادخلوا الاوضه وكونوا في مكان قريب عشان اللي يدخل الاوضه على طول. طبعا الكلام ده ما ينتبهش عليك يا مهاجم. احنا هكرنا السيرفرات. مين اللي بيهكر صح؟ مين اللي بيهكر؟ انا. طب انا عايز اهكر واحد. مش هتعرف يا عم الهكر. سهلة سهلة. لا انا عارفها يا عم والله عديتها بكا. سهل انت بتقعد تترشق حاجات كده. في واحد اهو. في واحد. كل واحد من ناحية بقى يا ابني الجزمة. خلاص خلصت اخيرا. تمام الحمد لله. انا كنت نفسي اهكر واحدة. ايه طب كده نخرج عادي ولا نقتلهم؟ نقتلهم ونخرج بقى بس خلاص. اوعى 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 كنت توتشر. الواحد لما لبس عنده بيحبر زي ما عرفش. يا رب يخلصوا. يلا فاضل اتنين. نط نط تنزل تحت. لا لا ما تنطش تموت هتموت يا ابني. في انا نطيت عادي. في انت غايفين ليه؟ دمك مش هيدمش يعني؟ نطش والله نطيت يا ابني خلاص. في ايه؟ لا 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 ما تنطش انت السكيلز عندك بايظه هتموت على طول. سكيلز ايه اللي بايظه؟ كل سكيلز اكتر منك. اسكت. مش انت يا ابني هو انت اسمك مهاب يلا. وبعدين احنا مش لازم ننجح، لازم نطلع. ده توب على كميه تحت. انا نازل توب توب. ايوه صح. انا هنستخدم القمر الصناعي بقى هنا في الحته دي. بابا لسه تعالى تعالى يا عم ده الدنيا هنا كتير قوي. تعالى اطلع يا عم. انا اف بس عندي 15 مش عارف اطلع. انا عندي اللعبه مش شغوفه جدا. هو فين التوب فلور لسه فيه ولا ايه؟ كميه التفاصيل كده بيك في ايه؟ انا عايز استخدم القمر الصناعي. تروح قلب القمر الصناعي. وانتوا فوق ولا تحت؟ اطلع 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 اطلع. انت فين صح؟ انت فين صح الحته دي؟ انا مش عارف. انا كل ده بدور تحت. هو في اسانسير؟ هو في اسانسير ممكن اطلع منه؟ لا اهو اهو يا عم. ده انا دخلت اوضه. اهو اهو يا جدعان تعالى تعالى عندي تعالى عندي. اهو صح. اوعى انا استخدمكم. انا استخدم واحد تاني في اربعه. اوعى يا مدون انا هستخدم دول. يا عم مدوب بعيد عنكم. يا ايمن انا اللي جنبك روح. فيها اربعه غير ده. في فين؟ في واحد. كل واحد يروح على واحد قمر صناعي يا جدعان. بيقول لي ويت فور ايه ذا ريست اوف. طب ثانيه ما طالع لسه طالع. يلا يلا يلا. تمام تمام تمام. يلا ثانيه بس نروح للعلامه الخضراء دي. دعوي يفجر. تمام هناخد دي. ناخد بي. ناخد ايه؟ تمام انا اخدت انا العلامه دي. هناخد ايه انا؟ ايه تمام
يلا مدوي أمر أمر صناعي ببلاش. أول مرة أحس إن اللعبة دي مهتمة بال طب مين هياخد إيه؟ أنا دمرت البيت وأنا قبل سي يلا مهاب ناقص لك اخر واحده تمام هروح لمره دلوقتي خليك متك عليها ماشي بس عشان العربيه تتحرك تمام ايوه ربط وصلها خلاص مداو دمر مداو بيموت فاكس مع ابو صناعي اوعى تنط لا انا مش هنط هضم انا عيني ناقص ولا واحد ينط انت لو نطيت هتنط على طول هننزل تحت طيب ايوه تحت على اخر حاجه انا مش لاقي اهو الباب او خليك واقفين خليك انت واقف هناك طب اعمل ميوت طيب طب غزة استنى نازل الشيء من فوق اشوف ميوت انا بقول له اعمل ميوت مش يطلع ايه انا بضرب جامد انا بضرب وانا ايه ده ايه ده ايه ده في ايه قتلته الصبر ما ماتش ولا ايه مات خلاص ابني ده دم احمر تاني كنت اقتله يا عم يا عم اخد اسمك تاني كنت هموت والله ده انا اللي كنت هموت انا السناكس خلاص كلها ايه الاوضه دي لا خلي له واحد ورا ايه ده حرام والله عادي هنبتدي هنعد من اول فين هنبتدي من هنا نبتدي ماشي حط ماشي الذكاء هتعمل ايه مين اللي ماسك البتاع الذهب شكلنا لا مش انا طب بصوا واحد يقتل والتاني يحميه خب عيالكم ده ويجلكم خب عيالكم ده ويجلكم خب عيالكم ده ويبشخكم اوعى اوعى كام ده اوعى مدوي خلاص هم خلص ما تيجي نمسك اصلت شوت جون يا عم ده نخلص انام على ايوه ما هو انا ماسكه ده بتاع ده بص كده اهو في النفق ده كده على طول بس حاسب بس من ابن الغدارة اللي كان فشخنا لا استنى بالراحة عشان في قنابل على انا عارف انا كنت شايفها في الفيديو بتاع الولا اسمه ياس بليز انا شفت انا كمان انا اكلت له الزلط ده هو اللي رشاك واحده في راسك ده انا رشيت واحده في دماغه كتير من الكلب خلص عليه مش هديه موت خلاص انت الراجل فحمتوه يا ابني بالراحه قلت لك مش انا اللي وراه فجر الصندوق بالمره الصندوق ما اتفجرش في صناديق بتبقى فيها سبلاي حاسب جدعان اضربوا على الناس وبس ما تضربوش على اي حاجه جنبه بس خلاص حاسب بايمن واحنا لسه خلاص احنا كده خلاص كده وصلنا بس اهو الامر الصرخه اهو بس يا مها وما بعمل ميوت ولا لا وما هو اصلا طلع او كليفورد بيتكلم خد يلا خد يا ابني احلى في الفيديو ما انا عارف بس طبعا لازم اقطع بيقول ما هو بيقول يا شباب انا يا اسطى انا بكمل انا مش سامعكوا قول له انت طلعت يا لهوي احنا لسه هنقول له اقول لكم انا اروح انا احاول اخلص على ايفون انا اللي اخلص على ايفون
يا عم انا يعني كله انا اشم... يا عم انا عايز اخلص عايزو مش بمزاج. هو تحت اصلا ايفون ده هو. انت ازاي طلعت قدام يا لمدو؟ نار كسري ادي الولا ايفو الولا ايفو ادي اللي موتته ايوه علي يا عم ايوه يا عم الراجل كان كان ربنا كاتب له اللي انا اللي موتته يلا يلا على البتاع ده يا طب قول للمهابي يروح في اي روم واحنا هي يا عم هي الروم دي بتاخد اربعه احنا ثلاثه اتوقع يعني ان هو مش عارف يسوق البتاع ده هو يا عم سيء اهو سيء اهو سيء لا يا عم افرض نزل بيه جامد البتاع يتفج حد يقول له انزل بالراحه والله دي اخرة الليل يلعب مع منو هو بيتكلم من الموبايل يا عم انا بتكلم من الموبايل كنت الاول بتكلم من الموبايل بس ما كانش بيبقى فيه الاصوات دي انا عارف شكله حاطط سبيكر انا مش عارف حاطط ايه زي الولا بود سليم لما دخل حط المايك في بقه يا الله يخرب بيتك طب انت دخلت تشتمنا طب حتى خلينا نسمع انت بتشتمنا بتقول لنا ايه وصلنا لا 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 بالراحه ايوه بيقول لي جي ايوه تكجي عشان ايوه عم انا انا شانيت ادي تشوف طيار يلا ايه ده يلا انا خايف على الولا مهاب بصراحه وانا يا مهاب شاوروا له شاوروا له البتاع ده الصور يا عم هعمل له تعظيم سلام فلير فلير انا البكر عندي بايظ الله ينور يا لهوي يا مهاب هنا هو مش معانا انت بتقول له يا مهاب اهو ايه ده هو فين يا ابني فوق ده فوق خالص اهو 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 فوق خالص انزل بقول له بالراحه بالراحه يا دي تعالى خلاص نزل هو ده نازل فين نازل فين ده هو شايف العلامه الصفراء عنده يس الله عليه عمك لستر هيجينا ويعيط لنا يقول لنا انتوا انتوا قامضين بفتيكه وانقذتوا العالم ده الولا يسبري سالة حاطط خلفية على المهمة ديت صورة مصغرة مين ده؟ انت بتتفرج على جزمة ده؟ ايوه ايوه جزمة يا عم تضرنا يا ابني ده بيضحك على الناس ايه؟ ايه الجن ده فلا افضل؟ ايه الجن؟ تيربو ده فلا انت واخد طلقة في كل حتة في جسمه ما شاء الله ما شاء الله واحنا كلنا راكبين الجيت باك ليه؟ مين اللي راكب الجيت باك؟ هو اشمعنى انا اللي الطوله اللي انا خدتها الظهر؟ اشمعنى انت؟ ما كله كله هو. كله انا مش ظاهر لي ان انتوا نلتوا فيكم ولا طلق ده انت واخد طلق حتى في ايدي من تحت يا لهوي شاف يا ابني الوشم وفخامه الشعر وسندك الظهر انا يا اما اخد يا جول مين كليفورد اللي هو الجزء يا عم الاهلي الـ AI بتاع إيفون اللي هو الذكاء الاصطناعي فاكر لما إيفون في الأكت تو من جيبي يقول لي انتم بيقول على شخصيات الأونلاين ان هم مجانين لا بيقول قال لهم ان هم مجانين واشتمهم ومش إيفون ده على وضعه بصراحة جه يشتم الراجل وشتمنا احنا كمان ومشى بأدب انا كده نزلت اكت 2 اكت 1 اكت 1 2 ودي تبقى 3 ولا مش اوفر واتش لا على ما بتتحمش على ستيم والله تقريبا على ستيم ما اعرفش يا عم مش على ستيم انت بتحمل برنامج بليزر في موقع اسمه براذرز اكتب لك انا على موقع ده حلو قوي بدخل على بعد سمحتوا الموقع ده قبل كده انت دخلته قبل كده لا سمحت عنه سمحت عنه
سمع عني. لا مش بليزرد، بريزرد. هو انت كلكم انت كلكم لابسين بتاع اللي هو معدن؟ لا انا الوحيد اللي شخصيتي باينه. لا ما كل واحد بيظهر له ان شخصيته مش لابسه القناع. يا ترى مين اللي هيسلموا على بعض؟ انت مين يا مدو؟ انا انت اني واحد؟ انت عندك سكسوكه ده؟ ايوه سكسوك. انا حد يسلم عليا ما تستاهلش. انا البلاتينيوم. ايوه كوس ايه ما طلعوليش تاني. انا البلاتينيوم ازاي؟ انا قلت ايه ده في واحد مظهرش. ايوه اسمه ده مظهرش ابراهيم ابن الهو. ما شفتكوش اكيد. لاق المهم خلا خدنا فلوس. بيقول لي سيفن جيل يديله. انا شكلي مش هاخد الفلوس، انا شكلي هاخد نص مليون. نص مليون؟ لا انا اخدت نص مليون والله. 500,000 عشان اول مرة. اول مرة بعد البان. يلا جونوا علي. انا في روم ما فيهوش غير انا واحد. لا الشيبس اللي انا شريه هيدي بعتولي 100,000 بتاعتي. والله ما اعرف. هاي خلاص ده انا لوحدي. انا لوحدي هجيلكوا ولا؟ طيب تعال لنا، تعال لي انا ومدوى يجيلي بس لوكيشن يتلم عين. لا ماما واسحب اسحب.